العثور على طفل حديث الولادة في كركوك، خط لنقل طلاب مدارس يخالف قواعد المرور والسلامة، راغب علامة يتعرض لانتقادات بسبب إحيائه حفل زفاف بمصر، والمزيد في هذه الحلقة من تريندينج. ابقوا معنا. أهلا بكم. تكرر في الآونة الأخيرة الإعلان عن العثور على أطفال حديثي الولادة في الشوارع والأماكن العامة من قبل المرأة أو رجال الأمن، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لهم مع تعليقات غاضبة وأخرى حزينة، خاصة أن بعض الأطفال اللي يتم إيجادهم يكونون متوفين بسبب البرد أو سوء التغذية. في كركوك تفاجأ العاملون في الحي الصناعي يوم أمس بإيجادهم طفل حديث الولادة مرمي قرب أحد المحلات. لنشاهد سويا. عن ازدياد هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة جاءت أغلب التعليقات. رؤى سعد كتبت في فيسبوك تقول: تعليق رؤى: ناس تتحسر على ريحة الطفل وناس تخلف والذب، وين القانون عنهم؟ يجب إنزال أقصى عقوبات بحق كل أب وأم مستهتر بهالنعمة العظيمة. للأسف بعض الأهالي اليوم محتاجين لإعادة تربية من جديد. ناجي السمراء قال: عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية أبرزها الفقر والضغوط الاقتصادية أثرت بشكل كبير على سلوك الأفراد، ويصعب على عائلات كثيرة توفير الرعاية اللازمة للأطفال واتخاذ قرارات مأساوية مثل التخلي عن الطفل أملاً بأن ترعاه عائلة أخرى توفر له حياة أفضل. إبراهيم رد على ناجي قائلاً: ماكو أي مبرر يخلي أي إنسان عاقل عنده ذمة وضمير يتخلص من ضناه، إذا ما تريده ليش تخلفه من الأول؟ بعض الجهات راح تستغل هؤلاء الأطفال المساكين وتتاجر بهم من خلال الاستعانة بهم للتسول. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدناه. ننتقل إلى موضوع آخر. بعد تداول مقطع فيديو من النجف لسائق متهور يقوم بالاستعراض بسيارته بطريقة خطيرة وغير مسؤولة، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر في سلوك مرفوض ومخالف يعاقب عليه القانون، وبعد الضجة اللي أحدثها الفيديو تم إلقاء القبض على السائق وضبط المركبة وإيداعها في الحجز من قبل المرور في محافظة النجف لارتكاب السائق عدة مخالفات مرورية. ارفع يلا عليك براحتك، ارفع قطعة قطعة للنجف وساءت له للنجف وساءت للعوائل العريقة اللي ساكنة بهاي المحافظة. كم مخالفة بهاي العجلة؟ أول ما صعدت الرصيف وحدة، والنوب الرون سايد اليم الجسر، والنوب التظليل، المقاطع موجودة رحمة الله عليك، والنوب هاي الفيدرالية اللي هي مال الدوريات مختصة للدوريات وانتم مخليها بالمركبة السيارة، فعليه هاي المركبة راح تنحجز وراح نتخذ بها إجراءات قانونية إلى أن نشوف القانون وين ياخذ مجراه وياها. صار سيدي. عشاني؟ مستمسكات عندك ثبوتية هوية لك؟ مشاهدينا في حلقة يوم أمس تطرقنا لهذا الموضوع واستعرضنا أيضا تعليقات المتابعين في السوشيال ميديا على الفيديوهات المنتشرة واللي أظهرت ما قام به هذا السائق. لنستذكر الفيديو سويا. من النجف وهذه الفيديوهات ننتقل إلى البصرة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من البصرة يظهر مواطن
يشتكي من ظاهرة التفليق في الدراجات النارية، واللي أصبحت مصدر إزعاج للسكان وسببت ضرر أيضاً للشارع. في الفيديو دعا المواطن الجهات المعنية إلى إيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة، ولاقى الفيديو تفاعل كبير، حيث عبر العديد من المتابعين عن معارضتهم لتلك السلوكيات نظرا لما تسبب من إزعاج حقيقي نتيجة الأصوات المزعجة وأيضا عرقلة حركة السير. لنشاهد هذا الفيديو سويا. بعد خالك حتى التبليط جاي يحرق بيه. ساعدك هلو جاي فرغون. هزلولي هذه بيتهم مو بالخصيل. هذولي بيتهم مو بالخصيل. وجانا عليك يفلح. يعني ذول اغلبيتهم بيتهم مو بالخصيل. عندك 500 شوفهم. ما يصير والله ما يصير يعني. يعني ما الوضع هذا ينتهي ما ينتهي الوضع هذا. آراء وتعليقات كثيرة جاءت على هذا الفيديو. إحسان الزهراوي كتب يقول: أخلي مفارز ودوريات بكل مكان، بالشوارع بالأسواق، حاسب كل واحد يخطأ، لأن وين ما تروح تلقى تجاوزات. المواطن صار ما يخاف وما يحسب حساب لا للشرطة ولا للبلدية ولا لأي أحد. نبيل الحسني قال: كل هالتصرفات بسبب البطالة وعدم توفير عمل للشباب. صح تصرفهم خطأ ومتهور، لكن لو عندهم مسؤولية وعمل يلتهون به كان ما لقوا وقت لهالأشياء. كرار الشمري قال: خصص أماكن لممارسة هذه الهواية وأتجنب أي إزعاج أو خطر. ونقطة على السطر. هذه كانت أيضا مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدنا من الفصل. ننتقل إلى فيديو آخر. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر شرطي مرور قام بإيقاف سيارة صالون تحمل 11 طفل. السائق يعمل في خط نقل طلاب مدرسة، ووفقا لما تم تداوله كانت السيارة تسير في الاتجاه المعاكس رونغ سايد، وعدد الأطفال داخلها تجاوز الحد المسموح. أثار الفيديو قلق العديد من المتابعين اللي طالبوا من الأهالي توخي الحذر واختيار سائق موثوق ملتزم بالتعليمات والإرشادات المرورية. الأطفال قاعد تمشون سايد. هذا أطفال بالروضة قاعد يمشون سايد. قلت سيف جونك زع صعد بيهم. دولة مو أربع نفرات، ثلاثة بالصدر باوع. والثلاث قد 11 واحد مصاعد. صح لا مو صح؟ ممنوع لا مو ممنوع؟ فيديو كهذا لابد أن يحظى بتعليقات كثيرة، وعليكم بعض الآراء اللي جاءت في منصة أكس. ياسمين بغدادي قالت: أغلب أهل الخطوط هالشكل، وما أعتقد راح يتغيرون طالما ماكو قانون ولا عقوبة رادعة معروفة. من آمن العقاب أساء الأدب. أمير عادل جشع وطمع، لكن الحق يقال الصوش مو بس منه، هو طمع ما اختلفنا، لكن صوش الأهل أيضا اللي تسمح تخاطر بأطفالها ودسهم للمدارس مع نماذج كهذه. سماح الدباغ قالت: بالفعل المسؤولية الأكبر تقع على الأهل، شلون يسمحون بهالاستهتار؟ غير تسأل كم واحد ماخذ، تسأل ابنك شلون قاعد، مرتاح لا، أكو تبريد لا، والله عجيبة. هذه كانت أيضا مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدنا. ننتقل إلى فيديو منتشر في الترند العراقي قام بتسجيله شاب عماني، أبدى من خلاله إعجابه بموقف العراق تجاه الشعب اللبناني ومساندته للبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان الآن. نزوح مليون لبناني إلى العراق وبتسهيلات من الحكومة العراقية. حياكم الله أخواني، من شوي شفت هذا الخبر، مليون لبناني متجهين إلى العراق وبتسهيلات من الحكومة. والله يا أخواني كلمة شكر ما توفي هذا الشعب وهذه الدولة حقهم. والعراق يقدر، مش فقط على المليون، على التريليون أيضا يقدر. طبعا الأوضاع الحالية اللي يعيشوها إخواننا في لبنان، والله يسر أمورهم وإن شاء الله فترة بسيطة وتعدي، فأكيد هم يعني راح يتجهوا إلى مجموعة من الدول، ولكن العراق راح تستقبل هذا الكم الهائل.
وطبعا اكيد هذا شيء ما هو غريب على اخواننا بالعراق. والله اللي يدخل العراق راح اول شيء يرتاح، اول شيء نفسيا بعدين جسديا، ويرتاح من كل النواحي، راح يلاقي الحب والتقدير والاحترام. شكرا لاهل العراق وشكرا لحكومه العراق على هاي التسهيلات لاخواننا اهل لبنان. العراق اليوم يقدم هذه الخدمه من باب الاسلام. شاهدينا للمزيد من احداث وفيديوهات السوشيال ميديا، تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تصدر اللاعب المصري محمد أبو تريكة للترند العربي بعد تداول فيديو له وجه فيه رسالة حادة إلى منتقدي حديثة خارج كرة القدم. أبو تريكة قال: في قضايا أهم لازم نتكلم عنها، اللي زعلان طفي تلفزيوننا. فأنت لو عايز تسمع كرة بس اطفي، إحنا مش بتوع كرة بس، إحنا بتوع كله، إحنا بتوع توعية وبتوع دور ثقافة، لأن مش دورنا بس إن إحنا نقول لك الكرة دخلت الشبكة وخرجت من الشبكة، الحكم صفر، حكم في قضايا أهم، فلازم تبقى ملم بكل حاجة، مش جات الكرة بس، الكرة مش كرة دلوقتي بس، الكرة حاجات تانية، واللي زعلان يزعل يطفي، إنما مش دورنا، ولا حتى أنا أتكلم عن نفسي، مش هيبقى دوري بس إن أنا أجي أقول لك بيلعب 4-4-2 4-3-3، لا مش دوري، لو دوري هقعد في البيت. دي رسالة عندي، دي دورنا كلنا، أنا بتكلم عن نفسي. فإحنا قناة كبيرة، القناة الكبيرة ليست في الرياضة فقط، لها دور ثقافي، لها دور توعية، لها دور تربية. فأنت لو عايز تسمع كرة بس في قنوات تانية، إنما إحنا لا، ده السيناريو بتاعنا، ومفيش حد، إحنا خلي بالك إحنا مفيش بتعليمات، في حرية وفي خطوط عريضة. من أبو تريكة وهذا الفيديو ننتقل إلى فيديو من لبنان. أظهر عاملات من جنسيات أجنبية يعانون من ويلات الحرب الأخيرة وأصبحوا أيضا بلا مأوى بعد تخلي أرباب المنازل عنهم. لنشاهد. My first time in Lebanon to come and see sea, and I saw the sea, and I see the fish to fit like this. Yeah. All our clothes from yesterday, yeah. Boom. تعرض المغني اللبناني راغب علامة لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إحياء حفل غنائي في مصر لابنة أحد رجال الأعمال السوريين تزامناً مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان. تعرض راغب للهجوم من البعض بسبب عدم اعتذاره عن إحياء الحفل، كما فعل العديد من النجوم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان الآن، حيث تعاني البلاد من ضربات أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، بينما دافع عنه آخرون مؤكدين أن الحفلات الخاصة تخطط مسبقاً وأنه ملتزم بالعقود الموقعة. شاهدنا سبق وعبر علامة عن تضامنه مع بلاده من خلال نشر صورة للعلم اللبناني مع النشيد الوطني اللبناني بصوته، معبراً عن حبه للبنان. كلنا للوطن للعلا للعالم، ملء عين الزمن سيفنا والقلم، سهلنا والجبل منبت للرجال، قولنا والعمل في سبيل مع اندلاع الحرب على لبنان. المصمم اللبناني العالمي إلي صعب انتشر له فيديو تحدث فيه عن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان الآن، قائلا أن استشهاد الناس والشباب وتهجير العائلات شيء محزن للغاية. حالة أنه رجعتنا لمطارح كنا حابين، لما متأملين أنه ما حتى ما نسمع فيها، بس أنه للأسف أنه الحمد لله، بس اللي عم بيصير ببلدنا صعب، والناس والشباب اللي عم تستشهد والعيال اللي عم تتهجر، لأنه شيء كتير بحزن، يعني لأن وعينا نحن على هالدنيا هيك، وهلأ إنه قديش صار عمرنا عم نرجع بعدنا عم نشوف هيك، يعني
من قلب باريس إلى قلب لبنان الجريح، دار المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة اختتمت أيضاً العرض الخاص به بصوت فيروز وأغنية من قلبي سلام لبيروت. من مطار بيروت مجموعة شباب انتشر لهم فيديو وهم يؤدون أغنية بحبك يا لبنان لسيدة فيروز بأسلوب مميز تعبيرا عن الحب الكبير والتضامن الكامل مع ما يمر به لبنان الآن. لنشاهد. لا تنسوا فلسطين وأوكرانيا والسودان. بهذه الكلمات أعلنت المغنية الأمريكية دوجا كات خلال إحدى حفلاتها أن تضامنها مع فلسطين وطالبت بوقف إطلاق النار في غزة. Ukraine, Sudan, the Congo and all across the world are suffering. In times like this it is important to remember that together we have the power to bring change. Love, light, and hope to those who need it most. I joined forces with Global Citizen to help people in areas of conflict and crisis, and I know so many of you joined me in taking action to earn your tickets to be here tonight. But we can't stop now. Please keep using your voice to help those fleeing violence get the food, shelter, and education they need and very, very much deserve. There is a beauty and strength in all of you who are watching this and who choose to be here tonight, and this is our time to put it into what matters most. مع هذا الفيديو تنتهي حلقة اليوم. شكرا لكل من تابعنا. إلى اللقاء.